نحن الآن على الطريق العام الواصل ما بين مدينة الباب ومدينة الراعي شرق حلب. قبل قليل حصل انفجار هنا في هذا المكان على مدخل مدينة الباب على حاجز للشرطة. الانفجار وقع في دراجة نارية ذات 3 عجلات كانت تحمل مادة البنزين. بحسب فرق الدفاع المدني الخسائر هي وفاة السائق وإصابة 2 إصابات طفيفة. لم يتم التأكد حتى اللحظة ما إذا كان الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة أو نتيجة تماس أو ما شابه. فرق الدفاع المدني الآن تحاول فتح الطريق وقوات الشرطة والأمن العام تطوق المكان. ونلتقي أحد عناصر الدفاع المدني. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. لو تحكينا على الانفجار اللي صار والخسائر اللي تم توثيقها. الانفجار هو انفجار دراجة نارية 3 عجلات أو طرطيرة أو طريزينة كانت محملة برميل وقود. سمعنا صوت انفجار. توجهت فرق الدفاع المدني للمكان. هذا الانفجار أدى إلى مقتل سائق الدراجة بالإضافة إلى إصابات 2 بين صفوف المدنيين المارة، وفي تضرر بسيط أحد السيارات اللي كانت مارة بهذا الطريق. الله يعطيك العافية. أيضا خلف الانفجار أضرار مادية في ممتلكات المدنيين أثناء مرورهم على هذا الحاجز باتجاه مدينة الباب. لراديو الثورة كنت معكم أحمد مع الراوي من على الطريق العام الواصل ما بين مدينة الباب ومدينة الراعي شرق حلب.